السلام عليكم، انا بس يا ريت اتاكد الصوت واصل ولا لا، ليه اتاكد الصوت واصل عند الناس او صوتي واضح عند الناس ولا في مشاكل. انا هعمل كده ان شاء الله سيشن لايف عن إن ازاي اعمل مثلا لاب سيسكو على الفي ام وير، يعني يبقى عندي مجموعه من او يعني يبقى عندي راوتر مثلا سويتش على الفي ام وير، وداوت بقى مثلا حاجه للجي ان اس 3 او الاذ او السي ام ال. بس انا مش عارف الصوت بتاعي واضح ولا لا، احاول ان الصوت بتاعي يكون واضح. انا بفتح بس البورد بتاعتي، في الحقيقة السيشن هيتكلم عن سيسكو. سيسكو فيرتشوال لاب وذ في ام وير ورك ستيشن. في الحقيقة ده فكرة من أفكار ال Network Function Virtualization. الحقيقة اللاب بتاعنا هيكون مكون من راوتر كلاود سيرفيس راوتر 1000 في، وده فيرتشوال راوتر عاملاه سيسكو، هو محاكاة للاي او اس ليجاسي اي او اس، علشان لو انت مثلا عندك كلاود مثلا على كلاود اكونت على امازون ويب سيرفيسز على الاجور او كده، وعايز راوتر تقدر تستعين بيه الفيرتشوال راوتر. في الحقيقه الفيرتشوال راوتر ده المفروض ان هو هيكون كونكتد بيه نكسس سويتش، وبرضو ده هيكون عبارة عن فيرتشوال ماشين على ال في ام وير. يبقى احنا عندنا ال سي اس ار 1000 في راوتر ده هيبقى في ام، وفي في ام تانية اللي هي النكسس سويتش. بعدين هيبقى عندنا المفروض فيرتشوال ماشين، الفيرتشوال ماشين دي هيكون عليها اوبنتو سيرفر. يبقى دي النتورك البسيطة اللي انا هعمل لها implementation.
في الحقيقة الكلاود سيرفيس راوتر ده أنا عايزه يكون واصل بيه الإنترنت. عن طريقه يقدر الأجهزة اللي في النتورك يدخلوا على الإنترنت. في الحقيقة النتورك الداخلية هنا عندي هتكون 192.168.10/24. الأي بي الخاص بالراوتر هو هيكون ليه 2 انترفيسز، جيجا واحد ده اللي هيبقى واصل للإنترنت، وده هيبقى واصل عندي ب في ام نت 6. في ام نت 6 ده معمول له بريتش مع النتورك انترفيس كارد اللي موصلني بيه الانترنت. في الحقيقه انا في عندي راوتر، الراوتر ده الاي بي بتاعه 192.168.2.1، وكمان الراوتر ده شغال دي اتش سي بي 0. النتورك انترفيس كارد بتاعي واصل بيه الراوتر ده، وعن طريق الفيرشوال راوتر ده اني هعمل بريدج الانترفيس جيجا على واحد بتاعه مع دي ام اس 6 المفروض هيكون واصل بيه الراوتر ده. المفروض الراوتر الانترفيس التاني ده هيبقى جيجا 2، وده وانا حاطط له الاي بي 1. في الحقيقه انترفيس فيلان 1 على السويتش هيكون واخد الاي بي 2، واخلي الراوتر ده يشتغل ك دي اتش سي بي يوزع اي بي ادرس على الاجهزه اللي هتبقى موصله في الاوبنتو سيرفر. في الحقيقه انا هستخدم في النتورك دي اللينك اللي بين الراوتر وبين البورت بتاع السويتش ايثرنت واحد على واحد، هيبقى النتورك انترفيس كورد اللي اسمه في ام نت 1، وهيبقى في ام نت 2 هو اللي موصل ما بين ايثرنت واحد على اتنين و الفيرشوال ماشين بتاعت الروبوت. يبقى دي النتورك اللي انا هعملها. اول حاجة دلوقتي انا هتنقل على الجهاز بتاعي اللي انا هشتغل عليه. هبدأ ان انا اروح اجيب الفي ام وير، في الحقيقة انا عندي على edit virtual network editor عامل بريدج للانترفيس اللي هو في ام نت 6، خليني اقول له تشينج سيتنجز. في الحقيقه انا عامل بريدج لفي ام نت 6 مع النتورك انترفيس كارد ده، النتورك انترفيس كارد ده هو اللي موصلني بيه الانترنت. فاي فيرشوال ماشين هديها نتورك الانترفيس كارد ده هتقع في النتورك اللي هنا دي، جيجا واحد ده هيبقى هو الانترفيس ده. في الحقيقه جيجا اتنين ده هيبقى واصل في ام نت واحد، وده مش معمول له بريدج، ده هوست اونلي. لو جينا كده على في ام نت واحد هنلاقيه هوست اونلي، بس انا قافل الدي اتش سي بي عليه. يعني لو بصينا هتلاقي ان انا شايل يوز لوكال دي اتش سي بي سيرفيس، بحيث ان انا هعمل دي اتش سي بي سيرفيس على النتورك بتاعتي. كمان في عندي في ام نت 2 برضه هستخدمه في التوصيل ما بين السويتش نيكزس وبين الاوبنتو، ده المفروض مش هيبقى شغال عليه دي اتش سي بي، هيبقى موصل ما بين السويتش والاوبنتو.
اول حاجه هعملها دلوقتي ان انا هبدا اقول له فايل او سوري. انا في الحقيقه سيسكو لما بتيجي تعمل داونلود للكلاود سيرفيس راوتر، في واحد من الاختيارات انك بتنزل اوفا فايل. الاوفا فايل او الاوبن فيرتشواليزيشن ابلكيشن او ابيانس، المفروض ده فايل بتقدر انك تعمل له امبورت على مجموعه من البرامج الخاصه بالفيرتشواليزيشن. انا دلوقتي هبدا ان انا اروح على الستورج اللي عندي، وهبدا ان انا ادخل كده على المكان اللي انا شايل فيه الايمجز. وبعدين هروح على الكلاود سيرفيس راوتر 1000 في، هروح على النيو، الاقي فيه مجموعه من الايمجز. انا في الحقيقه هستخدم الايمج مثلا الايمج او الاوفا فايل 9170201. هبدا ان انا اعمل رايت كليك عليه، وبعدين اقول له اوبن ويز، وبعدين اختار برنامج ال في ام وير ورك ستيشن. هيبدأ دلوقتي ان هو المفروض يظهر لي هنا التمبلت اللي انا هامبورت بيه الاوفا فيرجن ماشين. انا الراوتر ده سي ان انا هسميه R1، فانا هاجي على اسمه الموجود ده هسميه R1، وبعدين انا بس هعمل فولدر اسمه فيسبوك، وبعدين جواه هيبقى فيه فولدر فيه ملفات الفيرشوال ماشين، فولدر اسمه R1. طبعا انا مش بحتفظ بيه الفيرشوال ماشين على السي، عشان لو حصل مشكله في السيستم ما تطلعش الفيرشوال ماشين. هبدا اقول له نكست، وبعدين في عندي اكتر من تمبلت للانستول بتاع الفيرشوال راوتر. عندي السمول، لو بصيت تحت السمول ده بياخد 1 فيرشوال سي بي يو و4 جيجا رام. عندي الميديم بياخد 2 فيرشوال سي بي يو و4 جيجا رام. عندي اللارج بياخد 4 سي بي يوز و4 جيجا رام. وعندي اللارج زائد الدي ار اي ام، بس هنا بيحتاج كمان هاردوير يكون متوفر. طبعا احتياجاته في الريسورس تبقى اعلى كمان. في الحقيقه انا هختار السمول ايمج، مش يعني مفيش مشكله خالص. انا اللاب بتاعي مش هيبقى فيه ديفايسز كتيره بيخدمها الراوتر ده، هو جاست السويتش وبنتو كلاينت. هبدا ان انا اقول له نكست. طبعا هنا دي المفروض ممكن انا من خلالها اكونفيجر البيزك كونفيجريشن. طبعا الكلاود سيرفيس راوتر ده كمان بنستخدمه في الاس دي وان، فانا ممكن احط كونفيجريشن خاصه بالاس دي وان، بس انا في الحقيقه هعمله على الديفولت كونفيجريشن. على الديفولت كونفيجريشن في الحقيقه انا هقول له امبورت. هو دلوقتي هيبدا يعمل امبورت للفيرشوال ماشين. دلوقتي هو بيبدا الانستليشن بتاع الراوتر. انا وهو بيبدا الانستليشن بتاع الراوتر هيجي كده على سيتنج، واروح من سيتنج عندي. انا عندي 3 انترفيسز، اول واحد ده جيجا واحد. جيجا واحد ده انا هخليه كونكتد بيه ال في ام نت 6، يبقى ده كونكتد بيه الريل نتورك بتاعتي اللي هتفرجها على الانترنت. 2 ده هيكون كونكتد بيه في ام نت 1. في الحقيقة 3 أنا مش مهتم بيه في اللاب بتاعي، مش عايز يبقى كونكتد بحاجة يعني. يبقى دول بس هما المهمين عندي. هبدأ إن أنا أقول له أوكي، وهو هيتابع عملية الانستليشن. دلوقتي هبدأ إن أنا كمان أعمل فيرتشوال ماشين خاصة بالنكست سويتش. هبدأ إن أنا أروح تاني.
على الايمجز الموجودة عندي، وهحاول ان انا دلوقتي اجيب الاوفر فايل الخاص بالسويتش. خليني بس عشان السهولة اعمل رايت كليك واقول له جروب باي تايب، وبعدين انا اختار النيكس سويتش. بس كان عندي مشكلة في الانترنت حلتها. انا هكمل على الجزء اللي احنا كنا عملناه. احنا كنا بدأنا نعمل الانستليشن بتاع الفيرشوال راوتر، فهو المفروض ان هو في اللحظات بتاعة الانقطاع كان حصل له، او يعني خلاص هو بيعمل فينش الانستليشن. دلوقتي انا كل اللي هعمله ان هاجي تاني على الاستورج بتاعي، وبعدين هروح دلوقتي اجيب الاوفر فايل اللي هعمل بيه النيكسس فيرتشوال سويتش. هعمل رايت كليك وبعدين اقول له بعد كده اوبن وذ، وبعدين في ام وير ورك ستيشن، وبعدين هسميه سويتش 1، وبعدين هحطه في الفولدر بتاع الفيسبوك عندي. بعدين هقول له نكست. طيب هو بيقول لي ان في فيرتشوال ماشين، خليني اقول له اسمه سويتش، مفيش مشكله. اختار الديفولت بروفايل، وبعدين هقول له امبورت. دلوقتي انا بعمل امبورت للسويتش، سويتش نيكسس. هو خلاص دلوقتي هنيجي على السويتش. لازم نعرف ان اول بورت في السويتش ده اسمه المانجمنت بورت. ده انا مش هستخدمه في حاجه في اللاب بتاعي، بس انا هبتدي من اول اتنين. ده اتنين ده اللي هو هيبقى ايثرنت واحد على واحد اللي هو ده. ده انا المفروض هعمل له بريدج مع في ام نت واحد زي ما قلنا، وهعمل لايثرنت واحد على اتنين بريدج مع في ام نت اتنين. خلينا نقول ان رقم اتنين ده هو ايثرنت واحد على واحد، ده هيبقى بريدجد مع في ام نت واحد. هاجي كده بسم الله الرحمن الرحيم واقول له في ام نت واحد، وهاجي للتاني اقول برضه بسم الله الرحمن الرحيم واقول له في ام نت اتنين. في الحقيقة انا مش هحتاج الا التو انترفيسز دول دلوقتي عندي كده، تمام جدا. تقريبا انا خلصت كل حاجه هنا، بس هقول له اد. وبعدين في الحقيقه انا عشان امانج النيكس سويتش من على الفي ام وير لازم اضيف له سيريال انترفيس زي الكونسول، كان في كونسول بورت عليه. وبعدين بروح هنا كده وبستخدم حاجه اسمها النيمد بايب. النيمد بايب ده هقول له كده اتنين باكورد سلاش دوت باكورد سلاش، وبعدين بايب، وبعدين كوم 1. معلش انا هنا عملت غلط ولا ايه؟ تمام، هنا كده عملت حاجة غلط بس كده. يبقى دي النيمد بايب اللي لازم اعملها علشان اعرف اكسس على النيكس سويتش. ظبطت الانترفيس، ظبطت النيكس سويتش، هقول له اوكي. بعدين بعد كده هقول له بسم الله الرحمن الرحيم يبدا يعمل بارو. في الحقيقه انا علشان اتابع عمليه الانستليشن والسيت اب واقدر اكسس على الكوماند لاين انترفيس، انا بسيب الانترفيس ده زي ما هو وباجي افتح البوتي وبقول له ان انا عايز ادخل على السيريال، بس اكتب له النيم بايب تاني. كوم 1، وبعدين اقول له اوكي. طبعا ما تخيلش ان هو هيديني اي حاجه دلوقتي، شويه كده لحظات وبعدين هيبدا يديني هنا الكوماند لاين انترفيس بتاع السويتش اللي هديره منه. في الحقيقه انا ما ينفعش ادير ده من الكي في ام بتاع الفي ام وير، لازم اعمل الحته دي في السويتش النكسس.
دلوقتي الراوتر عندنا خلاص خلص الانستليشن بتاعه. على الراوتر انا هدخل على الانيبل مود وبعدين على كونفيجريشن مود وبعدين هقول له دو شو اي بي انترفيس بريف. انا عندي 3 انترفيسز بس في الحقيقه اللي انا هستخدمهم هم جيجا 1 وجيجا 2 لان دول اللي احنا رسمناهم في اللايف الاولاني على الانترفيس بتاعنا. جيجا 1 ده هيبقى بريدج مع في ام نت 6 وجيجا 2 ده بريدج مع في ام نت 1 واحنا مظبطين الفيرتشوال ماشين على كده. وتقدروا تراجعوا اللايف الاولاني هتلاقوا ان الدنيا فيه متظبطه على كده. ده الاولاني ده التاني. ببساطة جدا خلينا نروح على الكونفيجريشن مود ونقول له هوست وان لاب سوهو. بعدين خليني ادخل على انترفيس جيجا 1. الانترفيس ده بريدجد مع الريل نتورك بتاعتي واصل بالراوتر بتاعي اللي شغال دي اتش سي بي. فانا هقول له لو سمحت خد الاي بي ادرس بتاعك من الدي اتش سي بي. عذرا لو في كاركترز بتتضاف. انا داخل بالريموت ديسك توب على السيرفر اللي شغال عليه. بعدين نو شت داون. في الحقيقه هو كده هياخد اي بي باذن الله من الدي اتش سي بي سيرفر الموجود على الراوتر بتاعي. ما تنسوش ان انا قلت ان عندي راوتر الاي بي بتاعه 192.168.1. ده هو اللي من خلاله الراوتر الفيرتشوال بتاع سيسكو هيخرج على الانترنت. في الحقيقه الراوتر خد الاي بي ده 192.168.2.2 والسبنت ماسك ده بس كمان لان الاي بي بتاعي بيوزع اي بي الديفولت جيت واي. فانا لو جيت قلت له دوش اي بي راوت هلاقي ان في ديفولت روت بيقول ان اي حاجه الراوتر بتاعي ما يعرفهاش هيسلمها ل 192.168.2.1 وده هو الراوتر بتاعي اللي. يبقى خلاص كده الكونكشن بتاع الحته دي تمام. بس انا محتاج على الانترفيس ده انا هعمل نت. محتاج على الانترفيس ده اقول له اي بي نت اوتسايد. ومحتاج على الانترفيس ده اقول له اي بي نت انسايد عشان الاي بي ادرسز بتاعت النتورك دي كلها انا عايز اخرجها بالانترفيس بالاي بي بتاع الانترفيس ده. فهعمل حاجه اسمها بيت او بورت ادرس ترانسليشن. فانا كل اللي هعمله ان هرجع تاني على الراوتر بتاعي وعلى الانترفيس ده هقول له description connected to internet وبعدين هقول له IP net outside. بعدين له shut down. بعد كده هدخل على الانترفيس التاني اللي هو انترفيس جيجا 2 اي بي ادرس. ده هديله الاي بي ادرس اللي هيبقى الجيت واي للفيرشوال نتورك بقى بتاعتنا اللي فيها النكس السويتش والاوبنتو 192.168.1.1 وسبنت ماسك 3255.0. هقول له ديسكريبشن في ام وير لين. بعدين هقول له اي بي نت انسايت. بعدين هقول له نو شوت داون. بعد كده المفروض هقول له اكزيت وبعدين هبدا ان انا اظبط اول حاجه. انا عايز الراوتر بتاعي ده يشتغل كدي ان اس سيرفر. هقول له اي بي دي ان اس سيرفر بعدين اي بي دومين داش لوك اب بعدين اي بي نيم داش سيرفر. طب يسال مين لو معرفش اي اجابه؟ يسال الجوجل دي ان اس. بعد كده عايز اظبط الكونفيجريشن بتاع دي اتش سي بي. هقول له اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس وانا هاكسكلود تو اي بي ادرسز. منساش ان انا قلت ان انا حاطط الاي بي 192.168.1 الانترفيس ده وباذن الله انترفيس في لان واحد على نيكزا سويتش هيكون واخد الاي بي رقم 2. فانا ما دام احطهم ستاتيك لازم اعمل لهم اكسكلود. فانا هقول له اكسكلود الاي بي ده
والاي بي ده، بعدين هقول له اي بي دي اتش سي بي بول لان، بعدين نتورك، بعدين هقول له 192.168.1.0 اوفر 24، بعدين هقول له ديفولت داش راوتر 192.168.1.1 في دوت زيادة كده عندنا، بعدين هقول له دي ان اس داش سيرفر. خلاص انا ممكن دلوقتي ببساطة اقول له ان الدي ان اس سيرفر بتاعي هو الراوتر، لان انا ظبطت الراوتر يشتغل كدي ان اس سيرفر، وظبطت الفوروردرز بتوع الراوتر 192.168.1.1 سوري دي ان اي، دي ان اي سنتر، طيب دي ان اس. وبعدين بعد كده هقول له دومين 1lib tr mns dot local. تمام جدا. انا ما كملتش الكونفيجريشن بتاع النت ده، انا قلت له اي بي نت انسايد، اي بي نت اوتسايد على الانترفيسز. لازم اعمل بوليسي، اقول له اي بي اكسس داش ليست ستاندرد اكسس ليست، بعدين هقول له ماي برايفت، بعدين هقول له بريمت. انا عايز اعمل نات لكل الاي بي ادريسز اللي في النتورك الداخليه بتاعت الفي ام وير 192.168.1.0، فانا هقول له تاني 192.168.1.0 الوايلد كارد بتاعها عكس السبنت ماسك، هي البريفكس بتاعها 24، هيبقى 0.0.0.255، بعدين هقول له اكسيت. في حاجة تانية عايزين نعملها؟ اي بي نت سايت سورس، وبعدين ليست، بعدين هقول له اسم الاكسس ليست بتاعتي ماي برايفت، واخد بالي الحروف الكابيتال تبقى كابيتال والسمول تبقى سمول. بعدين بعد كده انا عايز النتورك دي تخرج بالاي بي بتاع الانترفيس اللي واصل بيه النتورك اللي واصله بالانترنت اللي هو جيجا واحد، فهروح اقول له انترفيس جيجا 1، بس لازم عشان الراوتر يفهم ان ده بيت اقول له اوفرلود. بعدين خليني اقول له دو رايت. خليني دلوقتي اروح على السويتش وخليني اعمل انتر. هو بيقول لي continue with power on auto provisioning، انا هقول له yes. في الحقيقه هو دلوقتي بيحاول ان هو يدور على اي سكريبت يديله الكونفجريشن، لما مش هيلاقي هيبدا ان هو دخلنا على الكونفجريشن. بس لازم نعرف ان النكس سويتش او الفيرشوال ماشين بتاعت النكس سويتش بتاخد وقت وهي بتشتغل على حسب الريسورسز بتاعتك. في الحقيقه انت شفت الرامات اللي هي واخدينها، هي واخده 8 جيجا رام، طبعا ده رقم ممكن يكون اللابتوب كله عندك 8 جيجا رام، فمش هنقدر ساعتها نعمل كده. هو دلوقتي بيقول لي do you want to enforce secure password، هقول له yes مفيش مشكله الاجابه الديفولت. بعدين دخل الباسورد، هدخل الباسورد وخليني اعرف ان هي لازم تكون complex. علشان انا اخترت ان هو يستخدم secure password. بعد كده بيقول لي would you like to enter basic configuration dialog، انا هقول له لا مش عايز، انا هعمل الكونفيجريشن نفسي. دلوقتي انا منتظر. دلوقتي بيقول لي اعمل لوجن بالاكونت بتاع الادمن وبعدين باسورد 3. دلوقتي انا لو قلت له شو انترفيس ستيت، بص بقى المانجمنت انترفيس ده احنا ملناش علاقه بيه خالص دلوقتي، احنا لينا علاقه بايثرنت واحد على واحد وايثرنت واحد على اثنين، عشان دول اللي احنا وصلناهم بالفيرشوال ماشين بتاعتنا. روح كده على سيتنج بتاعت الفيرشوال ماشين،
احنا سيبنا اول انترفيس ملناش علاقه بيه خالص اللي هو ده، وعملنا بريدج ده مع في ام نت واحد، فايثرنت واحد على واحد ده اللي واصل بالراوتر، وده هيبقى واصل بيه الجهاز بتاع الاوبنتو بحسب الدياجرام اللي احنا ماشيين عليه من الاول. خلينا نشوف ازاي نعمل الكونفيجريشن بتاع النيكس سويتش اللي احنا هنشتغل عليه. ما ينفعش احاول اكونفيجر من الكي في ام بتاع الفي ام وير، لازم اروح على الباتي اللي انا فاتحه واعمل انستليشن. خلينا دلوقتي ادخل كده اقول له كونفيجر تيرمينال، وبعدين اقول له الاول هوست سويتش 1، بعدين هقول له فيتشر، بعدين هقول له انترفيس في لان عشان يخليني اقدر ان انا اكونفيجر الاس في اي او سويتش فيرتشوال انترفيس، بعدين هقول له كمان فيتشر وهقول له اس اس اتش، بعدين هقول له انترفيس في لان 1 اي بي ادرس 192.168.1.2، وعشان كده انا دي اتش سي بي ما خليتوش يوزع الاي بي ده، بعدين نو شوت داون، بعدين بعد كده هقول له انترفيس ايثرنت 1/1-2 سويتش بورت. ليه بقول له سويتش بورت؟ علشان بعض الموديل نمبرز بتاعت النكسس بتبتدي الديفولت مود بتاع الانترفيس انه راوتد مود، ده علشان السويتشز دي بتمشي على الاس دي اي اكسس موديل، والاس دي اكسس موديل بيعتبر ان كل السويتشز بتكون مالتي لير سويتشز مش لير 2 سويتشز. بعد كده هقول له المفروض سويتش بورت مود. في الحقيقه احنا هنا ما عندناش دايناميك ديزايربل ودايناميك اوتو، احنا كل اللي عندنا اكسس وعندنا ترانك. طبعا انا هقول له اكسس في الحاله بتاعتنا، بعدين هقول له سويتش بورت اكسس في لان 1. طيب ليه هتقول لي سوري هتقول لي ليه دون ما هو باي ديفولت الانترفيس بتبقى واقعه في في لان 1؟ هقول لك بعض الموديل نمبرز بتاعت النكس سويتشز بيبقى الانترفيس مش واقع في اي في لان، لان بقول لك ان هو بيبقى جاي راوتد بورت. خد بالك من النقطه دي، فانا بقى بديك الكونفيجريشن تمشي معاك على اي فيرجن. بعد كده هقول له نو شوت داون، هتقول لي ليه نو شوت داون ده سويتش؟ هقول لك لان برضو بعض الاصدارات اللي بتيجي الانترفيس بتاعتها شغاله كراوتد بورتس تبقى الانترفيس معمول لها ادمنستريتيفلي داون زي الانترفيس بتاعت الراوتر. بعد كده المفروض انا عايز اعمل يوزر نيم اكسس بي بال اس اس اتش، انا عارف ان في يوزر اسمه ادمن وكده، بس انا عايز اوريك ازاي تعمل يوزر نيم. يوزر نيم 1LabED، ولحد دلوقتي احنا ماشيين زي الليجاسي اي او اس سويتشز او الكاتاليست سويتشز، بس هنا هيبدا الفرق. انا هقول له رول مش بريفليج، هقول له رول بس خليني اقول له يوزر نيم هنا غلط فيها يو زياده، هقول له رول وبعدين هقول له بريفليج 15، بعدين كلمه باسورد مش سيكريت، بعدين هقول له الباسورد اللي انا عايزها. يبقى خدنا بالنا من الكوماند ازاي بيشتغل. طيب خليني اقول له كمان انا عايز اعمل ديفولت روت، لان ده مالتي لير سويتش، عايز اعمل ديفولت روت اقول له فيه ان اي نتورك ما اعرفهاش باي سبنت ماسك ما اعرفوش عايزه يبعت ل 192.168.1.1. مين ده؟ ده ببساطه لو شفنا الدياجرام هنلاقيه ان هو الانترفيس جيجا 2 بتاع الراوتر، يعني اي حاجه ده ما يعرفهاش يبعتها لنا. لو عايز اتست الدنيا بتاعتي خليني اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين اقول له بينج على الاي بي بتاع الراوتر 192.168.1.1. تمام الحمد لله كده البينج تمام. طيب هل انا بقدر ان انا اخرج على الانترنت؟ ده هيتست الراوتنج ويتست النت اللي انا عملته 8.8.8.8. تمام جدا الحمد لله. وممكن تلاحظ عملية النت دي لما تيجي على الراوتر وتقول له شو اي بي نت ترانسليشنز،
هيقول لك اه ده الاي بي بتاع السويتش وخرج بالاي بي ده بتاع الراوتر. دلوقتي هنبدأ ان احنا نعمل الفيرتشوال ماشين بتاعة الاوبيرتو. خليني اتأكد من الفيرتشوال ماشين بتاعة الاوبيرتو الاول. تمام، في عندنا ال virtual machine بتاعة الأوبنتو اللي هي 20/4 السيرفر. أنا هختار السيرفر عشان ال resources بتاعتها. خليني بقى دلوقتي الأول بس أروح على ال VMware وأروح file new virtual machine، لأن أنا ما عنديش هنا OVA template، فهعملها from ISO file I'll install the operating system later وبعدين Linux وبعدين Ubuntu 64 bit وبعدين هقول له Ubuntu client وبعدين هاجي بس اشيله في الفولدر بتاع الفيسبوك. ممكن اسميه Ubuntu بس وخلاص. خليني بس نعدل الباص بتاعنا Ubuntu من غير Ubuntu client. بعدين اقول له نكست. 20 جيجا كويسه جدا كهارد ديسك لان انا بستخدمه كتست بي سي. خليني بس اظبط شويه الريسورسز. انا يعني هختار النسخه بتاعه السيرفر. النسخه بتاعه السيرفر مش محتاجه 4 جيجا، 1 جيجا كويس عليها جدا، مش محتاجه 2 فيرتشوال سي بي يو. طبعا كتبت الرقم غلط معلش، 1024. محتاجه بس 1 سي بي يو، مش محتاجة أكتر من كده. فأنا هقول له 1 سي بي يو. بعدين هروح على الأيزو فايل، أجيب الأيزو اللي أنا هستخدمها. خلينا نروح على الستورج عندي، دي سان ستورج موجودة عندي. خليني أروح عليها أوبنتو وننزل تحت شوية وخلينا نجيب اللايف سيرفر 20/4. بعدين انا بقى هنا هرجع للدياجرام بتاعي. احنا قايلين ان ايثرنت 1/2 والجهاز هيكونوا مربوطين بالفي ام وير عن طريق في ام نت 2. يبقى انا هروح كده اقول له من هنا في ام نت 2. وبعدين اقول له كلوز فينيش. وبعدين نقول له بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي نعمل انستليشن. طبعا ما تجهدش نفسك قوي في القرايه والايرورز وتقلق نفسك، استنى لحظات وهو هيدخلنا على الانستولر. لسه طبعا ما دخلناش على الانستولر، كل ده لسه هو بيعمل بوت. دلوقتي ان شاء الله دخلنا على الانستولر. طبعا انا ممكن استخدم اي فيرتشوال ماشين جاهزه عندي، بس انا قلت كمان بالمره عشان ابقى عملنا سيت اب لكل حاجه في اللاب عندنا. دلوقتي انا هقول له طبعا انجلش وبعدين لي اوت انجلش يونايتد ستيت. تمام جدا، هقول له دام.
بعدين النتورك انترفيس كارد بتاعنا المفروض ان هو ايثرنت 3. طبعا خلينا نروح كده نتشيك حاجة بس على سويتش بينج 192 دوت 168 دوت 1 دوت 2 دوت 1 دوت 1. تمام الراوتر تمام. طب خليني بس اروح على الراوتر لان المفروض الراوتر عليه دي اتش سي بي كان يدي الفيرتشوال ماشين دي اي بي ادرس. فهنقول له شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج مفيش حاجة. طب خليني اقول له شو رانينج كونفيجريشن وبعدين سيكشن اي بي دي اتش سي بي وخليني اتاكد ان السيت اب صح. بصوا انا عامل مشكله هنا عامل غلط دي 102 دي عامله مشكله. خليني ادخل على الكونفيجريشن مود واصلحها اي بي دي اتش سي بي بول لين وبعدين اقول له نتورك 192.168.1.0 over 24 كويس ما حصلت مفيش مشكلة. خليني اتأكد من الدنيا دلوقتي تاني. دلوقتي النتورك بقت سليمة خليني اقول له رايت وخلينا نرجع تاني على الاوبنتو وخلينا نروح تاني باك وبعدين خلينا نقول له دان. طيب خليني اروح تاني على الايثرنت خليني اقول له المفروض edit اي بي فيرجن 4 وهقول له لا خليه اوتوماتيك دي اتش سي بي وبعدين سيف. هو دلوقتي بيحاول ان ياخد اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر خد اي بي تمام. انا كده عدلت المشكله هقول له دان بروكسي برضه هقول له دان. دي الابلكيشن مانجر والريبوزيتوري اللي بياخد منه السوفت وير بتاعه هقول له دان. طيب انا في الحقيقه هقول له يوز ان انتاير ديسك هسيب السكرين دي زي ما هي هنقلب التاب بس على دان وبعدين هقول له دان تاني وبعدين ار يو شور يو وانت تو كونتينيو كده هو هيعمل الهارد ديسك سنجل بارتيشن هقول له اوكي كونتينيو. بعدين انا هعمل اكونت اسمه وان لاب تريننج السيرفر نيم بتاعنا هنسميه كلاينت اليوزر نيم بتاعي هسميه وان لاب اي دي وبعدين هحط له الباسورد بعدين هقول له دان. بعدين انا هانستول الاوبن اس اس اتش سيرفر عشان لو انا عايز اكسس على الجهاز ده بالاس اس اتش. بعدين هقول له دان وبعدين دان وانا هسيبه دلوقتي يعمل انستليشن. انا في الحقيقه مش هعمل حاجه دلوقتي غير اني هنتظر ان هو يعمل انستليشن وبعد كده عايزين نشوف هل الكلاينت هيقدر من خلال الفيرشوال نتورك بتاعتنا دي يكونكت بالانترنت ولا لا. ما ننساش ان احنا كنا رسمين الدياجرام ده في اللايف الاولاني علشان نكونكت بيه النتورك بتاعتنا. انا عايز بعد ما اخلص باذن الله الانستليشن بتاع الاوبنتو ان انا اعمل تيست للكونكتيفيتي والنيم ريزوليوشن على الكلاينت لاني اكسس على الانترنت. في الحقيقه خلينا نقول ان السويتش نيكسس ده يعني معد كمان الاوبريتنج سيستم بتاعه ليه الاوتوميشن. اولا هو جاي معاه البايثون انتربريتر يعني انت لو جيت كتبت كده بايثون بس هو جاي معاه بايثون 2. شوف هو بيقول لي بايثون 2.7.5 خلينا نقول له مثلا برنت. ما دام هو بايثون 2 يبقى مش لازم استخدم الاقواس هقول له على طول كده هلو وان لاب
students. هو كتب لي هو اللي هو اللي هي students. هقول له exit. في الحقيقة هو معد كمان لأنه يتعامل بالـ REST API وليه الـ API الخاص بيه اللي اسمه NX API. يا ريت نبدأ نتعامل مع الـ Operating Systems دي عشان هي اللي هتبقى المستقبل. خلينا ننتظر لحظات لحد ما الروبينتو يخلص سيت اب بإذن الله. طبعا لو الجهاز بتاعك 16 جيجا رام فانت ممكن انك تنفذ اللاب ده مفيش مشاكل، تقدر انك تتعامل وتنفذ اللاب ده، تقدر انك تذاكر الاجزاء خاصة اجزاء النتورك اوتوميشن لان ممكن انت التنفيذ بتاعك ما يحتاجش في حاجات كتيرة يعني ديفايسز كتير. طبعا الكلاود سيرفيس راوتر ده بيختلف عن الاي او اس شوية في ان هو تقدر انك تتعامل معاه عن طريق الـ REST API. ممكن تنيبل انك تتعامل معاه بالـ NetConf والـ Yang، ممكن تتعامل معاه بالـ RESTConf. فطبعا دي من ضمن المميزات اللي بتخلينا نعتمد عليه. كمان هو ممكن يحصل له انتجريشن على الـ GNSS كمان، يعني ممكن لو انت مش عايز تستخدمه كده على الـ VMware ممكن تستخدمه على الـ GNSS او على الـ AV. خليني طبعا انا بعمل نفس الاكونت بتاع الادمنستريتور يعني اللي هو اللاب اي دي باسورد. خلينا بس نتشيك الاي بي، اي بي ادرس شو جريب ماي نت. في الحقيقة هو واخد اي بي 192.168.1.4. تمام. خليني دلوقتي اقول له يعمل بينج على السويتش، النكس سويتش اللي هو 1.2. تمام جدا. خلينا نخليه يعمل بينج على الراوتر بتاع سيسكو. تمام جدا. خلينا دلوقتي نحاول ان احنا كمان نخليه يعمل بينج على اي جهاز خارج النتورك. بينج على 8.8.8.8. تمام. طب هل هو قادر على انه يعمل نيم ريزوليوشن؟ خلينا اقول له بينج داش سي 4 www.google.com. طبعا هو عمل نيم ريزوليوشن لانه قادر يجيب الاي بي ادرس. تمام جدا. لو انا قلت له اس اس اتش وان لاب اي دي وبعدين 8 وبعدين الاي بي بتاع السويتش 192.168.1.2 انتر فينجر برنت ريليس، بعدين الباسورد بتاع السويتش. طبعا هلاقيه ان انا عملت اكسس على السويتش شو فيرجن. هتلاقي ان ده الشو فيرجن بتاع السويتش. ممكن اخليه يخرج لي الشو فيرجن ده بالجسم بريتي بحيث ان هو يخرج لي الاوتبوت بالشكل بتاع الاوبجكتس اللي بيفهمه الـ APIs. يبقى ده بإذن الله كان سيشن ازاي نستخدم الـ Network Function Virtualization، ازاي نبني سيسكو لاب عن طريق الـ VMware. ما استخدمناش إلا الـ VMware بس في اللاب بتاعنا. في النهاية أنا بحب اشكر كل الناس اللي هيشوفوا اللايف ده دلوقتي او بعد كده، هو وقته كان متاخر. وتاني بقول ان انا برد باللايف ده على كل الاساءات اللي وجهت لي الايام اللي فاتت، باني هشتغل اكتر
واخدم الناس اكتر، ومش هيقف دوري عند حاجة معينة ان شاء الله طول ما ربنا مديني الصحة. الحاجة التانية بس، زميلي وصديقي محمد حسن، يا ريت كل اللي يشوف اللايف يا ريت يدعي له بالرحمة، هو ان شاء الله ربنا هيغفر له، وان شاء الله يحتسب شهيد بالمرض اللي هو مات بيه. وشكرا جدا لحسن استماع الناس.